السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا وحبايبنا وين ما تكونون من شمال العراق إلى جنوبه. حلقة جديدة من برنامج ننصفكم، جئنا منصفين لهذه المنطقة. طبعا توجهنا إلى شرق القناة اللي هي منطقة الدسيم بمدينة الصدر، مسافة جدا بعيدة. عانينا حتى قدرنا أنا والكادر نوصل لهذه المنطقة، لكن العمل ومجيئنا ومجيء كادر قناة دجلة الفضائية هو من باب إنساني، من باب مد يد العون لهؤلاء الناس اللي يعانون من شتى ومختلف المعيشة، الاقتصاد، التعليم، الخدمي، الكهرباء وغيرها من الأمور اللي راح نسمعها بصوتهم من خلال برنامجنا لهذا اليوم. تجمع كبير لأهالي هذه المنطقة بعد ما عرفوا أنه كادر قناة دجلة الفضائية راح يتوجه إلهم. عندهم مطالب صار لهم أكثر من 20 سنة. قد يشاهد البعض يقول ها شنو، مظاهرة خلفي؟ لا، هم انتظروا هذا اللوجو يكون موجود هنا بهذه المنطقة حتى ينقل معاناتهم ويحشون طوال مدة 20 سنة. شنو اللي صار؟ منو اللي إجاهم؟ منو اللي زارهم؟ منو اللي وعدهم وأخلف؟ منو اللي وعدهم وما نفذ؟ منو اللي دائما كان ينطي كلمة وبالتالي من بعده يغلق تليفونه وما يوصل لهذه المنطقة؟ عليهم واجبات، عليهم جباية، يدفعون أموال لبعض الجهات ما أريد أسميها راح يحشون هم، بالتالي الخدمات ما موجودة ومعيشتهم معيشة ضنكة صعبة. راح يحشون بها من خلال حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ننصفكم، اللي هي تحديدا أكرر وأقول هي بمنطقة الدسيم شرق القناة بنهاية طبعا مدينة الصدر. وخلينا نبلش داير بدون ما ناخذ فاصل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شلون الصحة؟ مية هلا. إن شاء الله بخير. شرفتوني. حياك الله شيخ. الله يسلمك. ابتداء بحضرتك. نعم. لأن تم التواصل معك. نعم. على هذه المنطقة اللي أقدر أسميها منطقة منكوبة. تعال يمي هنا. نعم. حتى نقدر ناخذ صوت حتى نقدر نوصل الرسالة بالطريقة الصحيحة. شيخ احشن عن هذه المنطقة، تاريخها، عمرها، ايش وقت صارت؟ بال2004 هاي المنطقة يجون بوقت الانتخابات. اي كمل لي. بوقت الانتخابات يجون. زين. ورا الانتخابات الكل تختفي. يعني هالمنطقة نقدر نقول صار لها 20 سنة. نعم اكثر. زين زين. الشغلة وما بيها الاستاذ. وقت الانتخابات يجون وعود كلها ماكو. اهل الكهرباء اجوا نصبوا التيولة وراحوا. المي يجون كل شهرين ياخذون 5000 من كل بيت ماكو، رقموا البيوت وماكو اي نتيجه. فمنطقه اجى المحافظ هنا افتر، اول ما استلم محافظ بغداد افتر كل شيء ما سوى. اجى وعود ماكو اي وعد صدق ولا واحد صدق بهاي الناس. شنو الوعود اللي سمعتها؟ الوعود على اساس تبليط وارصفه وكله ماكو. بلطوا المناطق هاي مالتهم، اللي عنده عرف بلط والما عنده عرف ما حد بلط. شنو المناطق مالتهم؟ المناطق الورا اللي عنده عرف المسؤولين سووا لهم شوارعهم، كهرباء، تبليط، هنا ما حد اجى. يعني الوحيد هذا الشارع والشارع الرئيسي ما بلطوه، الدرابين هاي بلطوها. زين. وهاي ما وصلنا هذا الشارع. المجاري الطق علينا احنا بيناتنا نسويه. الاهالي. زين. الكهرباء الطق ما حد يجيه. ان يعني منطقه منكوبه ماكو مساعده من الدوله. طيب. ايه؟ شيخ وصلت رسالتك. مشكور. وصل صوتك. احنا نريد نعطي وقت ونعطي كلمه لكل اللي متجمعين هنا ومسوين تجمع حتى نعطيهم حقهم. مشكور. حتى يوصلوا رسالتهم. مشكور. شكرا لك شيخ. شكرا. تحياتي لك. مشكور. تفضل عمي. السلام عليكم. حياك. نشكر قناه دجله المؤقره. احنا بهذه المناسبه يعني نشكركم صراحه وعلى جهودكم. أنا عندي يعني بعض الكلمات اللي أريد أحكيها. أقول هذا الشارع هو الرئيسي. يعني هسه مسؤول حضرتكم أنتم تجون أي شخص أو يجي أحد زائر يجي يدربونه مثلاً ينزل لو يجي رأساً على الشارع العام. الشارع الرئيسي اللي هو. زين إذا الشارع العام متروك، متروك هو منين متروك؟ متروك من الباطن للظاهر ماله. يعني شنو وصلت الفكرة؟ يعني الباطن مال المجاري اللي هي أمام سكراب. الظاهر ماله شوفه كله يعني فشي يعني لا يطاق. هاي واحدة. الشيء الثاني يعني صراحة الكهرباء، الماء، أي شيء
يصير بالجهود بجهود الناس اللي قاعده هنايا. يعني من حسابها الخاص تقصد؟ اكيد اكيد يعني اكيد الجوايا الغيره غيرها. يعني احنا سنه تفوت 12 شهر ما شوف مهندس كهرباء يجي اجتهاد. يعني اي واحد عامل يجي شلون مكان هو بخياله بتصرفه يسوي مثلا مال المجاري مال المطر المطريه هو حسب اجتهاده يخطط. زين ما اجاكم مسؤولين ما اجاكم شخصيات من الحكومه يعني وصلت لكم هنا؟ وقت الانتخابات من تقرب تقريبا كلها تجي؟ نشوف كم شخص يجي يعني مسؤول. هسه احنا ما نجيب اسماء هم يعني جماعه يعرفوهم يجي ينطوا وعود يعني وعود وعهود مثل ما يقول ولكن هذا الوعد والعهد ما مجرد كلام يعني يمشي حال. يعني احنا صراحه شبعنا بس وعود وعهود كل شيء ماكو. زين مدارس كرفانات انا عندي بنت ابني صف سادس ابتدائي تقول كرفان نقعد بيه يقوم ياخذ قميه كانه ما قاعد مرجوحه. زين جام ماكو تشوف اكثر من 3000 او 4000 وحده سكنيه يعني عدد ساكني هذه المنطقة جدا كبير. أنا أشوف الأطفال ما شاء الله هواية. يعني كم مدرسة مسوي لكم هم؟ والله لا. أعتقد كرفانات ولا مدرسة؟ أسرع أجي مروحة ماكو. اليوم أنا راح أخصص هاي الحلقة لهذه المدينة ما أقول أسميها منطقة. هذه المدينة الكبيرة من أنا وناسنا الطيبين العراقيين من خلال قناة دجلة إحنا راح نوصل صوتكم بإنصاف إن شاء الله ببرنامج نصفكم تحشون اللي بداخلكم. اكتفيت لو بعد تريد تطلع الحرقة اللي عندك؟ والله هي هذا واقع حاد استاذ. صح واقع يعني كل انسان كل انسان يعني. شريف ونظر على بيته وعلى مجتمعه وعلى جيرانه ينظر يعني لهذه المل. صح واحنا نشكركم يعني صراحه هذا واجبنا واجب كادر قناة دجلة ومؤسسيها وادارتها. تحياتنا لك ربي يحفظكم. اني موصى ابو علي تفضل يا عمي خليك انت هنا عمي. ابو علي تفضل حياك الله. شلون الصحه شو اخبارك؟ تفضل يا ابو علي. وهذا الشيلي منطقه الدسيه ملتزمين هالمخاطير وهالعالم ترى كلها تخاف. كفيلك الحسن اسبوع يحجون صار 9 ابو عليهم ما يطون فلان وفلان بلطوا مناطقهم راجعه لهم بلطوا شوارعهم وهاي من بلطوا لنا هسه كيفين بلطوا مجار ماكو على التراب بلطوا حاجينا شركه يا ابو هذا شغل ما يصير هذا مو شغل من الصاف. قال لا هذا ما له شغله احنا شغلنا جاب لنا شركه مال مجاري هاي شوفها فنفلشه وخربوا مجاري اللي احنا نسويها على حسابنا. شغله الكهرباء يحطون المحوله سحبوا ارواحهم العالم شو سووا خطيه اتلم والله العظيم ذاك اليوم هاي الدربونه شوف هاي الضفيره مليونين بس وصلناها للبيوت ما حد لنا وكل خدمات ما بيها. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا حق الرد مكفول هذا لسان حال المواطن احنا علينا ننقله بامانه من خلال برنامجنا لا اكثر. هم الناس احرار الشحشون شو يقولون؟ السلام عليكم تفضل يا امي. شلون الصحه؟ بعد ما سوينا سيرج انا والشباب قبل ما بدينا وانطلقنا بحلقتنا لهذا اليوم لذلك فعلا هي منطقه مكوبه. اريدك توضح مستوصف موعدنا هذا اذا من باب مستوصف موعدنا مثل ما الجانب الصحي انه مستوصف نهائيا ما كهرباء مجاري تبليغ هذا العدد الكبير من الاطفال وين تكونهم؟ بعد اللي مستوصف هاي المنطقه وين تروح؟ تعبر على المدينه يعني هاي العدد يتخربط بعد فيها عالي موصلة ديك المستشفيات بعد فيها عالي منطقة كبيرة حطك مستشفى هنا مستوصف ليش؟ من دون أمة محمد هاي المنطقة من كوبا ليش؟ ليش بعد محالنا؟ المن نسلكي أي. ملاحظة ممكن ملاحظة مهمة هاي جدا يعني يعني تش من الدولة كعام يعني احنا من يعني صراحة تقريبا 24 سنة أو 20 سنة صارت المنطقة هذه كم موازنة صارت بالعراق؟ نعم يعني أنا إذا سألك كم موازنة مشت وراحت كل ما يجي مسؤول او محافظ وقال لك والله سيوله ماكو وين يفدون الفلوس؟ ماكو سيوله ما يابا هاي منطقه قدي رادلها يعني انتم مصرف بدكم تصرفوه يعني نحكي بالقلم العريض اللي هالشكل يعني نحكي مثلا زين انت ليش هالشكل مو هاي الاطفال الناس سيوله ماكو زين الموازنه تصير عندك ليش ماكو سيوله؟ يعني على ما تقعد الدوله كلش تفلس بعدين يقول لك يا صحيح استاذ ملاحظه مهمه ملاحظه مهمه هذه صح اكو سيطرات تابعه للسلطه الاتحاديه زين مثلا ايدبنا اليوم هاني زين السياره ما تفوت اذا ما طيح 6000 يا بامر منو امر فوج والله الا امر فوج ما يعبر السياره الا 6000 دينار وهاي المنطقه كيف تشهد اي واحد ابنه سواء الناس بنه رجل يجلس ياخذها من عندك انا مو السياره تفوت ابو الكابس يجي تكرم يشيل النفايات مالتنا الا فلوس الا فلوس اي ليش؟
يعني ابو الكابسه يدفع فلوس؟ يدفع فلوس السيطره. يا سيطره هاي السيطره مال الاتحاديه مالتنا مال المدخل مالتنا. ليش ابو الطابوق يعطي فلوس؟ ابو الكابسه يعطي فلوس؟ اذا تدفع شيء مثلا نفط غاز بنزيزي المولدات يعطي غاز المولده ان مولده ان المنطقه يدفع فلوس. يدفع فلوس. هم ارجع اقول حق الرد مكفول. يعني هاي الى قياده شرطه الاتحاديه تحديدا بجانب الرصافه بمدينه الصدر، هذا لسان حال المواطن، وايضا حق الرد مكفول تحديدا بمنطقه الديسيم. هنا كبار ومشايخ ووجهاء هذه المنطقه. طيب انا اريد اكمل حتى يكفي، حتى برد قلبه يحكي اللي عنده. والكاميرا معك، بعد ايش عندك؟ ما عندي شيء، بس خلي بون علينا اقوال على حالنا. هي المنطقه تبعها من المسؤول عليها، اصير نعرف واحد المسؤول. وقت الانتخابات كلهم يجون هبه واحده يجون زين، ننتخبون كلهم ينسحبون. مثل ما قال لك انا الاخ قال لك مخصصين ميزانيه للدوله المنطقه، وين الميزانيه؟ ماكم يعني. ان شاء الله اليوم نكفيكم، ان شاء الله اليوم نكفيكم. انا جدا ممنون لحضرتك عمي الغالي. تفضل يا امي، حياك الله. السلام عليكم، شلون الصحه؟ ابو ايش؟ ابو حسين. ابو حسين حياك الله، دورك. تفضل ابو حسين، برنامج ننصفكم، جئناكم منصفين لمطالب الناس، فتفضل الكاميرا امامك. ايش عندك؟ اشكر قناتكم الموقره، ربي يحفظك، على واجب مبارك ومعاناتكم بالطريق الوصول الى هذه المنطقه المنكوبه، الله يحفظكم ولا كادر قناه دجله ومديرها والعاملين عليها. استاذ احنا قلت لك هاي، ويمكن اغلب الاخوان سولفوا منذ 20 سنه معاناه بدون انقطاع، ماكو علاج يعني لهالمساله. اليوم احنا كل شخص مريض يروح للطبيب يكتب له وصفه يوم يومين يشافه. احنا معاناتنا 20 سنه هاي صار الحد الان ما حد طيبنا، وحكومات تلو الاخرى تلو الاخرى. تمام، اليوم واقعنا تجي للشارع الرئيسي بدخل مدينه كامل باحيائها بشخصياتها. انت لا 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 يخفى عليك ترى منطقه الدسيم، ازيدك يعني من الشعر بيت انه ازيتها ترى ناس شيوخ عشائر شفتهم وضباط ومعلمين ومدرسين، والله العظيم اقسم، الله يرايعين زين، والله يعني العظيم اقسم. شفنا بيها ملقى انا والكادر وانا والشباب، شفنا ناس طيبين رايعين، ولذلك انا سميتها مدينه وليست منطقه. الله يحفظكم. فانا من خلال قناتكم المؤقره اناشي دوله رئيس الوزراء المحترم محمد شاع السوداني ما يقصر، والسيد محافظ بغداد المحترم والسيد امين بغداد المحترم ان ينظر الى حال هاي الناس الفقراء اللي ما لهم سوى الله. أنت تضحيات شهداء معاقين ايتام، يمكن انا اخذك هسه يمكن اذا الف بيت، يعني والله العظيم مأساة يا استاذ. صح صح شفناه. احنا اللي طالبه من دوله رئيس الوزراء زعيم عبد الكريم قاسم رحمه الله على روحه خلد التاريخ. ليش هو لو ما مسوى هاي الفقره منسي يمكن مع التاريخ؟ وزع مدينه الثوره سابقا واللي هي مدينه الصدر حاليا، فبقى التاريخ. ألف رحمة على روحك الزعيم عبد الكريم قاسم، لأن وزع 144 وهي مو بحق المواطن العراقي بس قدم. صح. إحنا نطالب من دولة رئيس الوزراء محمد شاع السوداني، هسه ما طالبين منك لا قطعة أرض ولا تعطينا مثلا مادة فلوس، نطالب بالخدمات، الخدمات اللي هي أبسط حقوق المواطن العراقي. فعلا. من حق المواطن. يعني أبسط مواطن هي من حقه. إحنا نريد من عنده ومن دولته أن يوجه الكوادر المعنية. هذا الشارع استاذ تباوع له، يعني هسه تروح للاخير مال الدسيم كله مبلط من البدايه للاخير، ما مبلط الشارع الرئيسي. هذا شارعنا رئيسي لحد هاي الساعه مهمولين. احنا جتنا المطره هاي اول مطره زين. انا سمعت عبرا يعني من ضمن الملاحظات ومن ضمن السيرج انه ديجون ياخذون عندكم جبايه الكهرباء. زين شنو وضعيه الكابلات فيش يعني بالشارع؟ يعني كلش مزري. احسنت. هاي البيوت من بنت اجوا رسموها زين، اكو ارقام هسه يمكن متراجع البيوت زين. يقول لك انا رقم بيتي هديت زين. تمام زين. فعلى ضوها قامت تجي قصاصات كهرباء مثل ما موجود بالمدينه مال مدينه الصدر زين. ديجوكم هسه دائره الكهرباء من صارك بخلل محوله الطوق؟ هم يجون زين. يجون متفضلين زين. اكو ناس هنا يدعونهم ويجون زين. فاستاذ احنا قلت لك طالبين من الله ومن عندكم نقل اصواتنا الى دوله واجبنا. رئيس الوزراء واجبنا اللي هو الاب للعراقيين واجب. اليوم رايدين منا الخدمات، رايدين منا الكهرباء مجاري. بالنسبة الدوائر الصحية ما موجودة استاذ، يعني اليوم أبسط شخص إذا ارتفع عنده الضغط يحتار وين يروح حقيقة والله. لك الله. وين ينقل؟
لو مستشفى القادسيه لو مستشفى شوادر. زين هذا منا لما يوصل يعني يموت. زين انت سليش مخليها لفلان وعلان قاعد ياخذون بيها مو؟ فانت سوي لك مركز صحي وهم حصل لك جويده عند الله وعند المواطن. مو تمام؟ فعلا 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 والله سهله اللي تقول يعني مركز صحي سهله ممكن انه اي شخصيه سياسيه يسوي حتى لو من جيب الخاص ويكسب هاي الناس. انا اشوف بالالاف بل بمئات الالوف اللي ساكنه بهذا هذه المدينه اللي هي منطقه الدسيم. الدسيم يعني دسيم هي اسمها. نعم. الدسيم. الدسيم نعم. ربي يحفظك وانا جدا ممنون لك. انا ممنون عندك. خلنا نسمع بعد حتى نكفي ولا يقولون قناه دجله قصرت فيها. انا عمي الشيخ شلون الصحه؟ ربي يحفظك يبارك فيك. الله يحفظك. الله يسعدك. انت من سكنت هذه المنطقه من زمان؟ من هذه المنطقه من زمان من 2004. قول اللي عندك. والله احنا نعاني مو بس يعني مساله كهرباء. احنا نتمنى اولا نشكر كادر دجله الاعلامي. يعني المفروض كل الوزارات تدخل لبناء هذه المدينه وخدماتها مثل سباع التيل. يعني حتى هذا التيل باقينه يعني صداميا ودوليا وقانونيا. التيل طوله 11 متر. هذا التيل طوله 6 مترات. حتى خط رياضه اللباخ من البخ يقدر ينزل. هاي وحده. على وزاره الري او البيئه مياه جوفيه موجوده هنا. ليش؟ يعني البذور متروسه مي شفناها طاقه وكلها زباله ما حد يفه ومخلين مضخات ابو المضخات ما حد يوصل له غاز. زين لكن هذه الدوله الظاهر همها وغمها تبني وتفلش رصيف وماكو واحد برلماني زارنا شريف ولا وفرت قرصه خبز للجائع رغيف. بعد ما عاد ربي يحفظك يعطيك الصحه والعافيه عمي. حياك الله. تفضل عمي. شلون الصحه؟ شلون الامور؟ الله يسعدك. ربي يخليك. شلونك؟ ابو ايش؟ الله ابو حيدر. انا ابو حيدر. حياك الله ابو حيدر. الله يسعدك. شلون من سكنت منطقه الدسيم؟ نعم. حياك الله. الله يسعدك. تفضل. مش حابب كادر. الله يستر عليك. انت استاذ عمار منين جيت؟ والله جيت من الكرخ حقيقه. احسن. جيت من جيت شفت الشارع. صح. لكن انت طب بهذا الشارع بالقوه مشت بالسياره وانا جيت من هذا الشارع بالقوه مشت بالسياره قوه يعني. هذا زين مشت بيه لكن زين. هذا ما تمشي بيه. هذا المقابل 72 اللي هو ورا المنتزه زين. هذا ما تمشي بيه. هذا البزل طق من طق البزل هذا. هذا البزل على شنو؟ منين؟ مال المدينه كلها عليه. زين انتم غير تجون تشوفونه غير تشوفون العالم. هاي هاي عالم فقره يعني. هذا الميل الكبير اللي هناك مثل البحيره هي مياه المجاري خاصه المدينه. هاي ترى كلها مال المدينه مال البزل استاذ عمار. هاي العالم تعبانه. صار عليكم. هاي العالم تعبانه. هاي رجعت عليها. تروح شوف. الله شاهد انا جيتك من قالوا الاستاذ عمار هنا والكادر شو اسمه تشرف. والله جيت مشي ما قدرت توصل على راح. جيت بالدرابين. والله زين تبريدهم لا صحيح كهرباتهم لا صحيح. زين و100 واحد نتل هنا بدورك كهرباء. فاحنا ما بعد عندنا غير الله ومحمد شيعة السودان غيره ما عندنا. وما يقصر والله. ما يقصر. وانا اشكركم. اذا مثل ما تلاحظون مشاهدينا وحبايبنا يعني كل كلام الناس لا رايدين راتب لا رايدين رعايه اجتماعيه لا رايدين تعيينات لا رايدين قطعه ارض. كل اللي يريدوه وكل اللي يتمنوه هي خدمات وخدمات جدا بسيطه ممكن تنعش هذه المنطقه من اجل يعني هذا الجيل هؤلاء الصغار اللي موجودين. الاطفال عندنا شوف تقريبا 100 طفل حاليا موجود خلف الكواليس خلف المصورين ملتمين وفرحانين بلوجو دجله اليوم اللي قدر يوصل هذه المنطقه وينقل معاناه الناس والمواطن العراقي. تفضل عمو تعال تعال يمي. ابو حسين شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ والله تعبانين. والله اعرف. والله العظيم تعبان. يعني هسه الزواريك هذا هسه البزل شوفوا ايش قد صعد على الناس. هذا مال المدينه هو ده يجي اللي جاي. زين زاد مالنا اثنين مجاري راح يطول. صح. زين الطلاب المدارس منين تعبر؟ مدرسة وحدة بيها اللي هي كرفان؟ لهاي الكرفانات. وين الكرفانات بالأخير؟ ولا مستشفى أبد. أي خدمات هنا ماكو. مثل ما قال الحجي فهد بالانتخابات كلها تجي كلها تقول لك أنا انتخب. إلا بعد ماكو أي واحد ما جانا أي مسؤول. هاي احنا من 2003 لحد الان هاي وضعيتنا تعب. يعني 21 هذاك اليوم دق يوم الكهرباء قال لي عليك تدفع كهرباء. قلت له يا كهرباء ما خليته. قلت له والله ما عندي. شو اسمه حقك؟ ما عندي. قلت له وقلت له وين الكهرباء هي؟ روح هسه هاي الكهرباء ماكو. ها شو قال لي؟ المي زين؟ المي ماكو. لا يا مي زين يعني مي شرب؟ يعني اليوم توضيت اشتم ريحه مجاربي. والله لعبت نفسي. والله العظيم المي بريحه مجاري. ريحه مجاري. ربي يكون بعونكم. ربي يحفظك يبارك فيك.
بعد منو حاب ينقل صوته؟ من اللي ما طلب؟ تفضل يمي. حياك الله، شلون الصحه؟ ايش اخبارك؟ الله يعزك، ربي يخليك يبارك فيك اخوي. خدمات جيناكم منصفين اول شيء. اهلا وسهلا، حياك الله على راسك اخوي. خدمات صفر، خدمات صفر، لا تبليغ، لا مجاري، لا كهرباء، لا مدارس، لا مستوصف صحي، العالم معاناة عايشة، يعني وضعيته كلش تعبان. هو العالم لو عدت تجي تقعد هنا؟ لا والله ما تقعد، بس وضعها تعبان وجت قعدت هنا. خدمات ماكو، موازنات للكهرباء، موازنات للتبليغ، موازنات تكرم مجاري، كل شيء موازنات. وينها؟ وين صفت؟ وين راحت؟ ما نعرف. يا يعني خدمات صفر، سوانا المجاري يابا كملي، مجاري كلي على حسابنا. قال ها اي بعدين انا اكمل لكم، وهاي خلوا راح هاي يمكن هاي صار سنه هاي باع. شوف الوضعيه، شوف استاذ عمار، تفضل شوف هاي، شوف المجاري استاذ الكهرباء جابوا هاي تيول زين فنصبوها هسه تقدر تصورون واخذك عليهم. نروح علينا. صار تقريبا شهر يا وليد، شهرين اكثر اكثر، يعني الحفره موجوده متروسه مي والتيل يلعب بيها. زين وين 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 المتابعه؟ وين الرقابه؟ زين انا اليوم من اوجه انه روح فلان انصب انصب تيول يا للعالم حتى يجي كادر بعدك يكمل، مو تمام؟ صح. متابعه ماكو استاذ. رحم الله امرين عمل عملا فاتقنه. جزاك الله خير الجزاء، احنا نفتقر لهذا الشيء، نريد متابعه، والناشد رئيس الوزراء انه الكادر اللي يجي يكون عليه رقابه متابعه حتى ما يعوف عمله. هسه اليوم انت مطلع لك عامل بالبيت استاذ، التابعه لو ما تابعه، هسه تجيب له مي، تجيب له اكل، تجيب له شو اسمه عبد الهاي، جيب هاي، هذا الحكي ماكو، شو تخون وراحن وانت تقدر تصورهن. صح. واشكرك استاذ. تمام. صوروا وشوف استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون صحتك؟ شلون اخبارك؟ احنا بس خليك يمي، خليك يمي، انت بعد ما عندك شيء؟ اضافه شيء؟ والله قاطعناك يعني. لا والله صورني هذا الشارع، شوف هاي العين، شوف المعاناه مال جاي كاميرا، تطير وطلاب واطفال وناس كبار، ونصور الكبار. الله يعزك، الله يعزك ويحفظكم ان شاء الله. ربي يخليك. السلام عليكم. شلون صحتك؟ ربي يحفظك. بالنسبه استاذ هنا مثل ما حكوا اخواننا نفس الموضوع استاذنا، احنا بالنسبه لبيتنا بيتنا هذا اذا الميه من وقت الزاد تطبت ببيتنا قبل مجارين طقت، مجارين طقت بعد مره، والاخوان كلهم مشاهدين علينا للليل، وحقنا من الصبح من الليل للصبح احنا بس نجير تكرم وندب برا، والمجاري طقت على البيوت كلها، على البيوت كلها طقت المجاري، دخل المي داخل البيوت كلها، غرقنا غرقنا وحق كلمة الله اكبر. صادق صادق. غرقنا مو شلون ما غرقنا، المجاري قالوا شنبت المجاري ما حد يجي. بعدين قالوا الاخوان حاطين منا انا اخوان المنطقه منا هم وخرجوا المي. رسالتك مناشدتك شو تحب تقول؟ والله اتمنى من الله سبحانه وتعالى، من الدوله، من الدوله من تقوم بواجب مال المنطقه مالتنا. هي منطقة الدسيم. صح. شنو طيب الشارع أستاذ؟ المجاري، الكهرباء، الصحة. الصحة ماكو مستشفيات مو؟ نعم أستاذ. وأيضا التربية اللي أستاذ بالنسبة للتربية من للمدرسة، مدرسة بعيدة علينا. كهربان هي قالوا مدرسة يعني عندي أطفال أني ذاك الصوب. وحق كلمة الله أقول ذاك الصوب. كم طفل عندك؟ يعني أولاد صغار. قد؟ عندي ثلاثه. ربي يحفظهم ويخليهم. ما دخلت حقنه الله. ربي يحفظهم. وانا شرف الاستاذ رحمه الله والديه. الله يحفظهم. الله يحفظهم. طيب راح نوصل صوتكم بانصاف. اريد اني اريد الشباب. هسه اجى دور الشباب، اريد احكي الشباب. الشباب. ها؟ تعال تعال يا ابني. عوف 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 يستحي. شلونك؟ والله زين. حبيبي. كونك انت متزوج ولا لا؟ لا ما متزوج. ما متزوج. هي اشتغل؟ هي اشتغل. لو طالب؟ لا اشتغل. عاشت ايدك. تشتغل؟ عمالي. عمالي ربي يديك الصحة والعافية. عاشت الله يودي. هنا اليوم اكو اماكن ترفيهية لكم، اكو ملاعب تلعبون بها كرة قدم. ايش تضحك على كلامي؟ لا عليمة. والله هاي لا يبطونا، لا يجون ويشردون. بس يحجون ويروحون. صح. وعلي. شوف الطاولة هاي العالم الفقرة. يا الناس هي تريد تعيش. اعتقد هذا السؤال يمكن ممكن اسحبه، يعني اليوم هي خدمات ماكو، تعليم، مدارس، مدارس زينه ماكو، يعني اكو كم كرفان وبعيد يقولون احنا نعاني حتى نوصل للكرفانات حتى ندرس اطفالنا. طيب خلينا بعد نروح الى اماكن اخرى حتى نغطي هذه المنطقه اللي هي بشرق القناه، الا وهي صار اللي هي منطقه الدسيم باطراف او نهايه مدينه الصدر، فخليكم يعني يلا.
إذا مشاهدينا مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم، وصلنا إلى مربع آخر ومنطقة أخرى أو مدينة أخرى من نفس المنطقة اللي هي تقريبا تابعة للدسيم، اللي هي تسمى خضراء الدسيم، يعني هي مدينة ثانية قرب أو مجاورة إلى منطقة الدسيم اللي هي خضراء الدسيم، أيضا بشرق طبعا القناة بعد مدينة الصدر. ولذلك أيضا هنالك تجمع كبير من أهالي هذه المنطقة أيضا كانوا ينتظرون قناة دجلة الفضائية، فجئناهم منصفين بحلقتنا ومستمرين حتى نوصل صوتهم بإنصاف إلى الرأي العام وإلى الجهات المعنية، عسى ولعل أنه نقدر أنه نوصل صوتهم وبالتالي ممكن تكون هنالك إنصاف لهؤلاء الناس والعوائل والأطفال وكبار السن. أعتقد مثل ما قالوا أهالي هذه المنطقة اللي هي خضراء الدسيم يقطن بها أكثر من 5000 وحدة سكنية، يعني ما أعرف العدد، أكثر. لذلك تحتاج أنه أحد يمد لها يد العون لأن حالتهم يرثى لها. فخلينا نسمع رأي المواطن العراقي وسكنة هذه المنطقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس ما تقطع أبو إيش؟ والله ما أقطع. أنا أبو مصطفى. أبو مصطفى حياك الله. ما أقطع، هذا اسمه برنامج ننصفكم، ده ننصفك إحنا، فأحكي براحتك. ماشي. زين هسه هم سووا جسورة ومنطقتنا مصروف لها 3 مليار. الفلوساتنا وين راحت؟ مصروف المحافظ، والكتاب شفناه بعيننا. يعني تقول المحافظ جا وقف وشافها وقال تدلله وانا واحنا بخدمتكم. الدسيم كله له خضراء الدسيم. خضراء الدسيم فقط. هذا المربع. ايوه فقط. لا جا وقف المحافظ هنا. اسرع حجي. وش قال تسمعني؟ دخل سولف خدمتكم. دخل سولف. راح بعد ما دخل سولف دخل سولف دخل سولف. راح اجيك ادري بكم متوترين. انا اليوم هنا بخدمتكم والله. 3 مليار الا شويه بعين انا شفت الكتاب. زين. هاي راحن. بس احنا نقول لو منطقتنا بيها واحد مسؤول كبير زين يسوونها لو ما يسوونها، يعني شي ناس فقرة وعلى قد حالتنا. احنا عراقيين لو مو عراقيين بس لا تجي مجال عمري الانتخابات عوفة. احنا عراقيين لو مو عراقيين؟ عراقيين طبعا. زين هم جاي يشتغلون ليران لو اسرائيل لو بلدهم فليساتهم هذي النفط وينين؟ انا غير الزفتين محمد شاع السوداني يصرف لي جسورة ترى العالم شني كلام سامي حواوي نحن؟ لا والله جديات. مصطفى انت بس مره خسته قول له يا مصطفى صيب خدمات شو جاي نحكي علي؟ احنا علي من نحكي انت علي من نحكي احنا علي من نحكي انت غير تحشد الدوله ما يخالف الدوله شو الدوله؟ الدوله هنا ما خادي ما يعرفونا احنا بيا زمانه هو الدوله شو شاسه الدوله هي بلطت لك؟ لا بس سولف انا سولف ويا يعني شديد سولف يعني شديد اقول له اقول له بدون اروح لك تعال ابو سيدك تعال بلط لي شو انه معناته معناته انه بوصل خلص ما يخالف تحكي يا اخوي شو جاي احكي انا مو قلت لك انا راح احكي على الدوله تحكي فليسات عبر الايران مو خلص لا تبليط لا بجاري لا خدمات لا مدارس جاءنا حصل عليهم يروحون للمدرسة بس هاي المنطقة هذا الجناح هاي الحميدية بلطوها شوف الخيس هاي طارق بلطوها هاي بلطوها ليش اشمعني هي بلطوها اشمعني غيرك مسؤولين قويين بالدولة يشتغلون يعني الفقير إلى الله ما حد إليه جاب بس يطلع بالمستشفيات اقلم الله ليوفقكم بس خمسة تيجي تشوف المستشفيات ما يقدر يجي هم هاي الدولة ما يقدر تجي محمد شاع السودان ما يقدر يجي طيارة يطير فوق ويشوف المنطقة ايش بيها ما بيها لا احنا يعني اذا شوف الله يكون بعون الاطفال على هاي المستنقعات لا احنا عراقيين ويقولون عراقيين لا احنا مو عراقيين خلي يطولنا جوازات نقول نعم الله محمد عليكم وعليكم السلام بس فليساتنا بس احنا خلينا نبدي بكبار السن وجايكم حتى نكون منصفين فليساتنا ربي خليك جايك والله فليساتنا بس لهم بس اسمح لي انا حتى ننطي فرصه للاخرين علاقتك علاقتك شنو شغلك؟ جاي تعبان جاي من العمال ربي يكون بعونك هاي الحين جيب يلا وهاي سكر وضغط ليش تشتغل عمال صح وعافيه جاي دولش هاي العلاقه خليني اشيل لك اياها العفو انت دولش وصلت تفضل عمي تفضل وصلت صوتك تفضل عمي خدمات المنطقه خضراء الدسيم ما بيها مدارس ماكو مستوصف ماكو مجاري يعني اقل مطره هاي مال اول بارحه المطره الطالبات والطلاب بالمدارس ما حد راح كل من قاعد يومين ثلاث ايام ببيته يعني لو بروح كلها مسدده
ها عين المدارس بعيدة، هنا ماكو مدرسة قريبة، لازم يروح للسبعين أو الخمسة وثلاثين، يروح الجهال تروح ليغات، ها عين يروحون بتكتك ويجون بتكتك. فإحنا نطلب المساعدة يعني من عندكم، شوف لنا فتح حل، طريقة حل لهالمنطقة المنكوبة هاي. هي يسمونها هاي خضراء الدسيم. خضراء الدسيم انا اقول لك انت هسه صورت الانقاذ وهاي الزباله صورتوها. صورناها كلها ونقلناها بين الصفوف. لكم مكان يذبون فد انقاذ فد شيء يعني اهل المنطقه. تمام. حتى الكهرباء نوبات تنقطع ست ساعات سبع ساعات تجينا نص ساعه وتنطفي، حتى الكهرباء. وهاي اللي نطلبها. مع العلم انتم تدفعون جبايه يعني قالوا لي انه ندفع جبايه. اي كلنا ندفع جبايه. تعال تفضل يا جماعه. دفعنا جبايه وحطونا ارقام على الدور مالتنا سجلوها وكلها منتهيه. ربي يحفظك. بالصوصف ماكو يا على الشرب، خدمات ماكو يا. صار صار. ايوه صار. السلام عليكم. عليكم السلام. ربي يحفظك بارك فيك. منطقتنا بس هي المنكوبه، شلون منكوبه؟ يجيها تبليط يروح لغير مكان. خوش حكي يعبر عنه. قرب لي. هاي وحده. ثاني شيء كهرباء قوه قوه جابوا لهم محاولتين، اجتنا اوراق على مال الكهرباء وطينا قسم وظلت قسم هاي الجبايه مالتها. زين تباوع الزباله ما حد يشيلها. هاي الزباله مبعوله. طبوا للمنطقه جوا تنقل بها دناكر دناكر بفلوس، واكو دناكر حكوميه، واحد ليش تكذب؟ زين ما حد يجي. اجى المحافظ ذاك اليوم هنا قال انا بخدمتكم وقلنا انا نعم الله عليك، جابوا لهم لوريين ما ثلاثه سبيس وراحوا بعد ما حد شافهم. باعوا لنا الخاطر محمد، باعوا لهاي الناس الفقره، باعوا. هاي وين مدرستك عمي؟ وين مدرستك؟ بالمدينة. تعال بويا. وين مدرستك؟ وين مدرستك؟ وين مدارسكم؟ غير هسه بدلت وجيته ولا لا؟ مو ترحون كلكم طين باعونهم. باعونهم هذول الزغار. ليش هسه احنا الله غاضب علينا الكبار؟ خلي هاي الزغار خطية. سووها بخاطر محمد سووها هاي المنطقة. هسه سووا لكم هاي الجيعان فارغة جوا، سووا لكم مدرسة بيها. مدرسة سووا لكم بيها. ها ما تكلف كرفانات عمي، سووا لكم طينات. تعالوا انتم محتاجين، الدوله محتاجين، تعالوا تلم لكم الناس وخصصوا لهم قاع وخلي يسووا لهم مدرسه. محتاجه عمي الدوله محتاجه. لا محتاجه. احنا مو من يمهم. احنا مو من يمهم عمي. قاعد نروح ننتخب قاعد نط جبايه ما الكهرباء، طينا جبايه زين وعندنا اوراق مال الكهرباء. وبعد الله وانتم سووا لنا حل، نعم الله عليكم. ما سووا لنا حل الله يباعدنا. ربي يبارك. ومشكور. تعليم عليكم. تعليم اول شيء عادي ترهم. السلام عليكم. سيارات جاي طوب بفلوس. شنو سيارات تسحب مي بفلوس؟ قالوها هناك سيارات جاي مكرم السامع قرده، هي يفلشون البيوت يبيع لنا اياها هنا ب 30 وب 40. زين انا ذات من باب وباب جاري اخر شيء راد لي 60. تعاون ماكو، ياهل يجي يصور ويروح. من اللي دافع الفلوس؟ أنا أعرف يعني. تجي ناس تلم وتروح. راح نسوي لكم راح هاي أمانة. هسه تجي أكثر شيء جت سيارات حكومية تناكر. والله العظيم لمينا لهم على خمسة قالوا حتى باكر نجي نكمل. وروح طب شوف المي جو فوق الركبيس حق. زين هاي الأطفال شلون تطلع؟ مدارس الناس الجو غرقانة كلش متأذية الله شاهد. يعني أنا أقول لك إذا تطلع يشيل لك طفلين وتطلع تلبس لك جزمة ترجع للبيت. زين هاي شلون تقضيها؟ لا دوام، لا تقدر تتحرك للاطفال، تاخذ المدرسه ترجع. لا خدمات. العباس لمونه بالشفر. بيناتنا العباس لمونه على 5-5، شفر اهلي وهل قاعد يلم الزباله عنده. على 5-5 والله من الناس هاي الفقره. هذا مو عماله، هذا مو بروحه بالمدرسه. هسه من شابوكم؟ هسه مو شابوكم جيتوا؟ هسه بدا التنظيف، شوف الشبر وراك، شوف الشبر. هاي وحده دقيقه. والوحده الثانيه دا ذكرك بها، هسه اذا تلتفت هذا الشارع اللي ورانا هاي المنطقه يمنا الدسيم، هم شبه الدسيم، كلها مبلطه. هاي خضراء الدسيم ما مبلطه، هسه نص كيلو تمشي مبلط، كلها مبلطه هاي الورا. احنا اليوم موجود. هذا رجال مياحي لمول 40 رحم الله والديك. شلون؟ لمول 40 الفطاين كان يشتغل، هذا ابو شفر. يلمون من محل 15 تلزق بالدقيقه ولا يشتغلون. راح زين ولا لا؟ هسه بس اعطيك منصتك. راحوا شباب مع الخيسه سال علي. مع الخيسه خي يصورون جمال ايش بس عليه؟ شوفوا الخيسه شوفها؟ اكو خلق مخلوق يطبونها؟ هاي الطاحه هاي العملاء كلها جوا جاي تبوك من دوله دوله. زين كلها العملاء تبوك والله. نداعيهم بالانسانيه
اسرائيليين ولا احنا دعم الانسانيه، احنا عراقيين من حقنا نريد لهذا الوطن. صح، يعني احنا هذه ناس ما عتها الانسان، لو عده ما يقعد هيك منطقه. طبعا شوف المنطقه راقي يقعد بيها. صح. يعني شوف العالم، شوف حالنا، والله العظيم انا عايب بيت اهلي وطافرين احنا من هذا البيت. والدتي ذابها بيت وجاري ذابه من مكان، وانا عده ما غرقانين غرقانين. والله يعني انا اقول لك على ساعه الساعه نطلع جوزي كثمة تدي موت اطفالي، والمدارس الخط ما يجيك من سر مطار، يعني تحير بالاطفال، تحير بمستقبلهم، تحير يعني متاذين كلش. لا مدارس على المطار ما حد يطلع، لا مستوصف، لا تعداد كلش كبير، يعني نسمته كلش هوايه. شو تسوي؟ وين نروح؟ اطفال هوايه. احنا نداعم محمد الشاعر السوداني الرجل هذا الشريف ما يقصر ان يسوي لنا حل هاي المنطقه، لان احنا بقينا بالنص، الحمديه تبلطت وذيك المنطقه هناك تبلطت، واحنا هذا بالنص، بالنص بقى. لا لا، هي الدسيم وخضرات الدسيم هي هاي بقت البنص، احنا هذه المنطقه مالتنا يشوف لنا حل. والله هذا الرجل ذاك من 20 اللي جاي بيته، هذا اللي يمك شوفه الارقام حيل. صار احنا الانسانيه، احنا هذا اللوجو راح يوصل لابعد نقطه من مناطق العراق، بما انه اي شخص يحمل الجنسيه العراقيه احنا اليوم اهل، وهذا اللوجو ويا كل عراقي شريف يطالب بحقه. اليوم انتم تطالبون بابسط حقوق العيش، اذا مو لكم لاولادكم واطفالكم، انا دم قلبي محروق عليكم اكثر منكم. اي والله اطفالنا خاصتك، بس ابيك شغله. تفضل قول. اسوه بالمناطق اللي بلطوها زين، الحميديه، حي طارق، سبع قصور، الدسيم، ليش هاي المنطقه؟ ليش يسوون كذا؟ اجى المحافظ وراح، اجى المحافظ وخذوه جماعه وراحوا. يعني المحافظ خلي يلتفت علينا، سيد بن محمد بعد ما يلتفت اليهود عيب. عيب. عليكم السلام. عليكم السلام حبيبي، تفضل قلبي. على راسك. خضراء الدسيم. هاي المنطقة ما تعرف شنو قصتها، ما تعرف. لا داخلين لها الجهد الخدمي، تروح للمحافظ اجى يعني تتوقع محافظ يجيك المنطقة وشاف معاناتها. وقال لك اسوي قال لك هاي بعد راح باكر تنزل السيارات السوبويز وينزل كذا. يعني اول شيء نشكركم، نشكر قناه دجله اللي جتنا، لان ما حد واصل المنطقه ابدا. واجب هو اني حقيقه اتفقنا انا والكادر هاي المنطقه اللي ما حد ما واصل، احنا جينا خلينا هذا اللوجو يوصل لهذه المنطقه. دجله مشكور على جيتكم، واجبنا، لان ما حد وصل هاي المنطقه وما حد نقل معاناتها ابد. لا هاي البيجات التواصل الاجتماعي، تشوف على اذنه اتفه شيء، مو لو لا اتفه شيء يوصل يصير ترند. هاي المنطقه ما حد وصلها ابد، ولو شوف جوه والله العظيم هسه انا ابن ولد كيان جوه اوديه للمدينه، والله ما مدارس هنا، اروح للمدينه اوديه الصبح وهسه ارجع اجيب البيت. لا اكو مدرسه، شفناها والله. لا مستوصف هاي العين، يعني واصل اللي جاي والله للركب. صح ما تعرف المحافظ شنو قصته، انا ما تعرف رئيس الوزراء ناشدنا ما اجي، تريد لك شريف يجي، يجون النواب وقت الانتخابات خلال تجيك النواب، ماكو شهرين ثلاثه بعد ما حشافه. ونوعدكم بهذا اللوجو راح نجيكم جاية ثانية، راح يكون الواقع مختلف إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ونبخلكم قناة دجلة إن شاء الله. والله هذا هذا. أنا دقيقة خلي بس اسمحوا لي. خلي. السلام عليكم. شلون الصحة؟ شنو معاناتكم؟ يقولون معانات الطلاب بالروح. والله الطلاب خطوط خطيه مظلمه، كل بالشهر يدفع، كل واحد يدفع 30,000 بالشهر. زين. يعني والله كل على المدينه عبوه. كل طالب يدفع 30,000؟ كنا فوق 30,000 والله العظيم. وكل على خطيه كلها مو عادها والله العظيم. زين مو وايد 30,000؟ شو تسوي؟ والله العظيم. صح طيانه وبالقوده تمشي بكل السوق. لا والله وطينا والله العظيم فيضات، صرنا ثلاث ايام فيضات بالضم يا حالنا. والله العظيم. صح. مع الجهال بيمن بالبايسكل. منطقة لا خدمات، لا خدمات، لا. وانتي ياسر انتي؟ وانتي؟ وانتي ياسر؟ صالح. وانتي ياسر؟ يلا ربي يحفظكم ان شاء الله. صار وصلنا صوتكم. هذا العراقي. يعني هذا العراقي. بالدراجات الهوائية، لأن صعبة اكو مناطق صعبة تدخل بها. السيارة صعبة تدخل بها تكتف. صعب مو مشكلة. فهذا هو الواقع المرير. طبعا رسالتهم إلى رئيس الوزراء المحترم محمد الشاعر السوداني وما يقصر. هم واثقين هذه المنطقة أنه رئيس الوزراء ما يقصر، وأيضا أنا واثق. يقولون هذه المنطقة ما وصلتها أي كاميرا، ما نقلت صوتهم، ما نقلت معاناتهم،
ما وصلهم لوجو، لذلك احنا اليوم هذا واجبنا، هذا واجبنا. ربي يحفظك. احنا عراقيين عراقيين. دحش على لسانكم والله. دحش على لسانكم. تفضل. بالبدايه نشكر قناه دجله، دجله الخير والبركه. ربي يحفظك. وبارك الله بكم بيوم وصلتوا لهي المنطقه. اليوم يمكن شفتوا جو مشمس وكذا، بس احنا عانينا ما عانينا بيوم الامطار. لما يمكن اطفالنا كلهم ما داوموا. ما راحوا المدارس، بما فيها احنا الناس الكبار يمكن حتى للسوق ماكو. ما قدرنا نوصل. ويمكن هسه انت بدايه المنطقه هيك، انت طب بنهايه المنطقه وشوفها. نهايه المنطقه اسوء حال. وعالم متبهدله. الى درجه يمكن العالم وصلت بهم الحاله يقطعون شوارع. بس الناس الخيره هسه هدأتهم. احنا نحمد الله ونشكر كل الناس خير. هو كانوا قبل قليل اشبه بمظاهره، مظاهره لكن من شافوا انه اليوم دجله تنقل صوتهم وتنقل معاناتهم بامانه من خلال برامج نصفكم، هدأوا وطيبنا خاطرهم. والمفرح بالموضوع انه يقولون من شافوا دجله الفضائيه بدت الشفرات تشتغل وبداوا ينظفون. هذا اهم شيء يعتبر لنا، يعني الحمد لله شكرا على اقل تقديرك. وشكرا. وعود والوعود كثيره، بس احنا شنو النتيجه؟ هاي وعده ماكو تنفيذ. يمكن اللي يجي الشخص اللي يخلونه هنا يقول هاي شكليه، ترى يدزوا لكم اليات شكليه هدوكم. فاحنا ما نريد نعيش هاي الحاله، ولا نريد نخلي هاي العالم تتاذى بالمظاهرات، لان نتيجه المظاهرات بها اذيه للولد والشباب عازمين على شيء اذيه. انا اقول خلي صوتنا يوصل، لان احنا اذيه اذيه، يردون ياذون نفسهم في سبيل منطقتهم. وهاي المنطقه شوفها جد مرتبه وتعبانين بيها جدا جدا. واحنا نشكركم، احنا نشكركم على هاي وصولكم. انتم ناس طوعيين. هذا واجب. احنا طوعيين ميمكم. هذا واجبنا. ربي يحفظكم. السلام عليكم عمي الحجي، شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ امورك؟ شو تحب تقول؟ والله احنا المنطقه تعبانه، مجاري ما بيها وما هي تعبانه، الشوارع غرقانه زين، وتاذينا حيل تاذينا والله زين. يقولوا لي حتى مركز صحي ماكو، لا مركز صحي، لا مدرسه، كل شيء ماكو، لا مدارس، جهنا كلها بالطين 24 ساعه زين. مجاري ماكو، مجاري مجاري ماكو، زين ابسط شيء، زين ابسط شيء هاي. تمام. ربي يحفظكم. وصلنا صوتكم. انا اريد شويه ويا الاطفال، نجمع الاطفال حتى تكون هي مسك الختام. انا بطل من الطين والمويه، بطل من ورا الطين. ترى قبلك هم جانا هوايه، اجى المحافظ باوع. احنا باوع، احنا مو مسؤولين ولا محافظ ولا برلمان، مع كل احترامي مع احترامي وتقديري لكل الاسماء والمسميات وحق الرد مكفول طبعا. احنا اليوم من مثل احد، احنا اليوم جئناكم منصفين موصى. اليوم عمر محمد من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن زيد ومدير قناة دجلة الفضائية ومن كادرها لخدمة أهلنا وناسنا العراقيين من وين ما يكونون، من أبعد نقطة من بغداد ومن شمال العراق إلى جنوبها، كل محافظات العراق. هذا واجبنا من خلال هذا البرنامج، نوصل صوتكم فقط وإن شاء الله ما قصرنا. رحم الله والديك. إذا أبسط شيء وليد نطلع مظاهرات، إذا شو نسوي؟ نطلع مظاهرات نطفي المحطة، هاي مغذية بغداد كلها، هي بعد آخر حل. أنتوا شايف العشيرة من تطلع عطوة؟ إحنا عطوتنا الأخيرة بعد. أنتوا هذا أكبر. نطلع مظاهرات ونطفي المحطة وخليه براحته. أكبر من هذا الشيء أنتوا، أكبر من هذا الشيء. لا من توصل جايب كد بعد. سنة سنتين ستة سبعة. إن شاء الله خير. إن شاء الله. شوف الطين، شوف الطين. توا والله جبنا الحمد. تعالوا. أكو 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 أكو. تعالوا لا تعالوا احكوا لي. احكوا لي. ها دقيقه واحد واحد راح نحكي وياك كلكم دقيقه. لا وجينا على الكاميرا دقيقه. ايش بيك؟ قبلنا المسرحيه من ورا الطين ماكو لا تبيض لا مدارس، هاي مدارس كلها كرفانات، لا بيها بنك لا بيها تواليسات. زين تعالوا تقدموا شوي لقدام، تقدموا خلي يعبر دقيقه. انت يا صف انت يا حبيبي؟ انا صف خامس. صف خامس مداومت ليش؟ طيني. طيني ما بالخط ما يقبل يطب طيني ما يقبل. كرفانات المدرسه. زين تعال يمي انت. مدرسه صف خامس. هم خامس؟ ايه. كلكم خامس؟ اي والله مو تارك سنتين. هم المدرسه؟ اي والله طينه كرفانات بيض المدرسه. هاي المدرسه كرفانات مو بنايه؟ لا لا كرفانات. وشنو يدخل عليكم المي؟ اي والله فيضه. ومي هسه القاع كله مي؟ اي والله
انت بيا صف حبيبي؟ بالثالث. شلون؟ بالثالث. بالثالث ابتدائي؟ ايه. ما داومت؟ لا داومت. عفيه بالبطل؟ شاطر؟ ايه. يلا ربي يحفظك. تبليط بس. اي امرني عمي. صار قول. خلي انا ويا الاطفال ابقيهم. انت يا صف حبيبي. اوه فدوه. يا صف. ها؟ الصف الاول. الصف الاول؟ ايه. شاطر بالمدرسة؟ ايه. عفيه ربي يحفظك يبارك فيك. اي صح العفو بس خدته يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم وشرفتونا. والله انا الشرف. احنا بالنسبه لنا هاي منطقه خضراء الدسيم من دون الزراعي انحرمت. الدسيم تبلطت، الحميديه تبلطت، سبع قصور، مال الحلفي حيطه، كل الزراعه بدون استثناء. بس احنا منطقتنا ما ادري ايش عندهم ويانا. احنا خلال اذاعتكم الكريمه وجهك الطيب ربي يحفظك. وهاي شوف هاي شباب المنطقه وجهاها الله شاهد ورقيب. منطقه ما بيها كلوله شوارع اعراب ومنطقه عشائريه. واحنا من خلال اذاعتكم الكريمه نطالب بحقوقنا، نطالب السيد محمد الشياع السوداني، نطالب وزاره التخطيط والاعمار، نريد منهم ان يلتفتون لهاي المنطقه والخاطر هاي الجهات. احنا كل احنا اكثريه خلنا بوسيده كل هاي المنطقه شبابها وناسها كلها بالحشد وبالجيش وبالشرطة الله شاهد ورقيب. وكل بيت وبالرعاية هاي الناس ضعفة، وكل بيت تلقى به شهيد ما ومصاب. صح. فاحنا نطالب من خلال إذاعتكم الكريمة، نريدكم توصلون صوتنا، ونطالب السيد محمد الشاعر السوداني وهاي لا تقطع حذمه برقود. لا أمانة الله ما نقطع. نطالبه يعني وهو أخونا وهو ابن الطين وابن الهور وابن ابن المردي، كل احنا ذولا عمامة وناس كلا هاي الناس كلا اخوته وناسه وجلده. والنعم بكم. فاحنا نطالب محمد شياع السوداني. شو تقولون اخوان؟ شو تطالبون؟ شياع السوداني. السلام عليكم. والنعم منك. والنعم منك من اصلا. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. شلونك حبيبي؟ الله يحفظك بارك. شوف حالنا طيبين، صار لنا تقريبا خمس ايام على الطينه هاي. لا مدارس ماكو، ما عندنا زين ولا حتى المدارس احنا بالمدينه مسجلين اطفالنا حتى ما نقدر نعبرهم الا سياره من الباب تاخذهم وسياره تجيبهم. زين هي الامور تعبانه يعني شلون مثل ما يقول احنا لزق بيها تلزق على قولت اهلنا. ثاني شيء احنا المحافظ نفسه اجانا هنا منطقه خضراء الدسين، الحشد الشعبي اجى وعلى اساس يوصلون لنا خدمات مي ومجاري وكهرباء واناره. والمحافظ نفسه وقف هنا والتقى بشوف العشائر بالوجهاء بالناس الطيبين وقال انا عند حسن ظنكم وانا بخدمتكم وانتم انا منكم وبيكم، واجى وكلها وصور على حسب الاصول وكله حكي هبان منثوره كل شيء مو زين. ان شاء الله خير، احنا نتفائل بالخير ان شاء الله. بس خلينا نشوفون الوضع، واذا تريد انت لا توقف هنا، اطلب جوا بعد وشوف العالم شلون فايض. ان شاء الله مشكور. تمام انت شوال بس تبي. صار تأمرون عمر. هاي ناسينا بتجوا كلش، ناسينا ارحم بتجوا يعني كلش وضعيه كلش. شلون ناخذكم اي والله بس ناخذكم لي غاد. راح نجي وراح نزورها بس تلابس وراح نشوفها. اريد لقطات وراح نغطيها. توصل لي غاد. صار راح نشوف. انا ما ان شاء الله 15 راح نشوفها. سياره تقدر بتجوا سياره ما تفوت. اعرف هسه ترى الكادر يعانون هنا. يوم الله يكون بعونهم. مجالي كلش عدد كبير اللي ملتم خلف الكواليس مشاهدينا وحبايبنا ومتابعينا. أما دعانون يعني كاميرا توقف كاميرا تشتغل ما يخالف، كله يهمون من أجل إيصال صوت الناس، معاناة الناس تحديدا بخضراء الدسيم. هم أكدوا عليه على هذا المسمى لأن هي تختلف عن الدسيم اللي كنا بها قبل قليل. ومن خلال برنامج ننصفكم أعداد كبيرة صار. قول عمي شلون صحتك؟ شو أخبارك؟ شلون هاي الشيبة المباركة توقف في وراء؟ أي. الله شاهد من دون المناطق ما حد اشتغلها. هاي الدسيم اشتغلوها بلطولها، هاي الحميدية المنطقة دي شيء كلها، بس احنا ما حد يجو طبل هاي المنطقة منكوبة من دون المناطق. انا شايل حقيقة شايل هم يعني هاي وهاي الاطفال والله كلك. شوف هاي المدارس كرفانات يروحون من هنا بالطين، وهاي اللوريا الساعة واحد ينسحي واحنا الناشد هاي العالم الخيرة شوية تنظر بهاي المنطقة. أنا أقول لكل المسميات حتى ما أريد أذكر اسم بعينه، أنه هاي المنطقة كلها وهذا التعداد السكاني الهائل بالدسيم 3000 بيت بس هنا هذا المربع، يعني مو بالمدينة كلها بس هذا المربع. فكيف ما بس الخضراء، كيف ما إذا الدسيم وياها ايش قد راح يكون العدد؟
يعني اعتقد هؤلاء الناس مكسب للي يشتغلونهم، للي يقدم لهم خدمات. الانتخابات جايه وقريبه جدا، اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما اريد اقول لرب العالمين، احنا اليوم منو ما يتمنى يشتغل رب العالمين يحصل اجر؟ اشتغلوا لنفسكم، كل شخص يدور مكاسب سياسيه، تعالوا اشتغلوا لهذه المنطقه اللي تعدادها جدا كبير، صدقوني راح ينتخبوكم ولو احنا بعيدين كل البعد ببرنامجنا عن هذه المسميات. لكن والله اذا احكي بمراره، نترك شيبنا، نترك شبابنا، نترك امهاتنا واخواتنا. خلينا نشوف هاي الاطفال اللي كلهم اليوم هاي الاطفال اللي اليوم عند اشوف كل اب كبير، تعال يا امي تعال، كل اخ يحكي يقول احنا ما يخالف عشنا حياتنا، وصلنا ال40 وصلنا ال50 سنه، لكن هاي الخدمات نريدها من اجل هؤلاء الاطفال اللي بيهم ممكن تبنى الاوطان، ممكن انه بيهم يبنى هذا العراق، العراق اللي كان جريح الحمد لله اليوم مو جريح، يتعافى ويشافى ان شاء الله بسواعد الغياره والابطال والتضحيات الكبيره والجسيمه اللي قدموها اهالي هذه المنطقه. مثل ما ذكر اخونا قبل قليل، كم هذه المنطقه قدمت من شهداء من اجل الحفاظ على امن العراق والعراقيين على حد سواء. الكل شايل هم هؤلاء الاطفال. طيب هاي المستنقعات وهذه الميكروبات وهذه القاذورات اللي موجوده، كم من طفل انصاب بامراض مزمنه وغير مزمنه؟ كم من طفل تعرض الى حالات اختناق بسبب الروائح الكريهه اللي موجوده؟ هنا يقول صار بي ربو من وراء هاي الامراض. لذلك مع هؤلاء الاطفال اعتقد اليوم شباب اني جدا ممنون، تعبتكم اعرف وتعبنا كلنا، لكن من اجل العراقيين واهلنا وناسنا كل شيء هون. وهذا اللوجو ايضا بنفس الوقت يستحق مع هؤلاء الاطفال اللي يبيهم صار صورناها، اللي نقدر نقول هم جيل المستقبل، يستحقون حياه افضل من الصوره اللي شفناها بحلقتنا لهذا اليوم. نتمنى انه من خلال برنامج ننصفكم انصفنا هذه المنطقه. راح نجي بالايام الجايه ونشوف يا ترى هل هنالك تغيير، لان احنا دائما نقولها بكل حلقاتنا، المنطقه اللي نجيها مره ما راح نتركها، راح نجيها مره ثانيه ومره ثالثه الى حد انه تتنفذ كل مطالبهم. كنت وياكم عمر محمد، وايضا تحيات فريق العمل، نشوفكم بحلقه اخرى في امان الله.